شغلتي بسلتي كل سبت الساعة 7 المساء بتوقيت بيروت وإعيد الأحد بنفس الوقت معي أنا مرشد الفني الزراعي جوزيف بوزيت من مشتل جردان دو بولفار على راديو تموز الإلكتروني. مرحبا، اليوم بدنا نحكي عن شتلة الجاردينيا. كل الناس بتحبها وبتحب ريحتها وزهرتها، تعطينا ريحة حلوة بالليل احنا وقاعدين على البلكونات، وبتزين بيوتنا بأحلى المناظر. شتلة جاردينيا بنزرعها نحن بمشاتلنا، بنزرعها جاردينيا برية بذر، بننطرها حوالي السنة لحتى نقصها ونطعمها. بتاع كل الأنواع الجاردينيا، في عنا القمر الصغير، قمر وسط، قمر كبير، مثل ما بدنا منطعم لتعطينا الزهور اللي بدنا إياها. فينا نطعم نربي الجاردينيا إذا بدنا نعملها 60-70 سنتي متر مترين قد ما بدنا، فينا نكبر الطعم البري، وفي بس تكبر الحدود اللي بدنا إياها منقصها ومنطعمها. منقص الجاردينيا على التربون من فوق، يعني وطح ما توصل حدود الشتلة منقصها، لأنه هناك بيكون في مثل بيقولوا المي التراوي على الشتلة، تصال الضغط الأسموزي، يعني مثل ما بيقولوا الدم، الدورة الدموية عند الإنسان، الضغط الأسموزي بيطلع، الغذاء بيطلع لفوق لرأس الشتلة وبيرجع بينزل على الشرش. المهم ما تروح ما بتوصل هالضغط الشتلة هنيك منقصها ومنطعمها، يعني ما فينا نطعم من تحت، ما بيكون في الموية يعني المي. إذا كانت هي الشتلة تنقول علوها مترين، فينا نطعمها على علو مترين، ما فينا نطعمها على علو نص متر، ما بيكون في مي لحتى تختم الجرح. النتيجة إذا فينا شتلة الجاردينيا فينا نزرعها، نعملها فنس، نعملها حدود إذا بدنا بجنينة، فينا نزرعها شتلة شتلة على البلكون، فينا نحطها وين ما كان. مهم إنه يكون مطرح مشمس وبتنزرع لحد علو 800-900 متر. في أنواع الجاردينيا القمر الصغير بتتحمل لحد 1200 متر عن سطح البحر. التغذية كتغذية الجاردينيا بتحب شوي نغنجها شوي أكتر، بتحب المي أهم شيء. في كتير ناس بيقولوا شتلة الجاردينيا صعبة وما فينا نهتم فيها وحساسة وهيك، اللي هو بالعكس، بس نعرف شو بدها، إنه أهم شيء بدها مي كتير الجاردينيا، خاصة عن الزهر. إذا عطشناها مرات الموسم ما بيأثر، لكن إذا عطشناها وقت الزهر دغري منلاقي كعب القمر قبل ما يفتح، كعب قمر الجاردينيا دبل ووقع عن أمه قبل ما يفتح، هيدي علامة العطش. مش ممكن قمر الجاردينيا يهر إلا ما تكون الشتلة عطشانة. إذا حطينا شوية مي بقلب الحوض تنقول ونزلوا دغري من تحت، هيدي بتكون الشتلة عطشانة كتير، عملت جيوب هواء بقلب البول بلاستيك، صار في تفسخات بالتربة، مشان هيك منحط الماء دغري بينزلوا من تحت. بهالحالة هاي لازم ننقع البو إذا كان صغير، منحطه بقلب جات ماء لحتى تشبع، بيرجع مثل الصحراء، يعني إذا عطشت كتير الصحراء بتشقق التربة. إذا حطينا ماء بيسكروا التشققات وبتشبع الشتلة. الجاردينيا بيجي عليها حشرات المن والتريبس على الزهرة، اللي بتجي بمشكلة بالتريبس انه بتقعد هالحشرة بقلب الشتلة قبل ما تعمل برعم وتزهر، مشان هيك صعب شوية مكافحتها، والأدوية الموجودة ما عم توفي بالطلب مثل ما هو لازم. لذلك الأفضل انه نبلش نرشها بالشتة قبل ما يتكون برعم الزهر، هيك بنكون عم نحميها، بنقتل الحشرة، حشرة التريبس اللي ما فينا نقشعها دغري بعين مجردة يعني بسهولة، بس على صحة السلامة منرشها حتى اللي ناخد نتيجة لبعدين. التغذية ضرورية، فينا نحط النيتروفوسكا، فينا نحط العشرينات، أهم شيء الحديد كمان ليعطيها نشاط وقوة، وطبعا مثل ما قلت أهم شيء نكتر لها المي
لحتى لي تزهر وتكون بصحة جيدة. وشكرا لمتابعتكم، لقونا بحلقة جديدة على راديو تموز الإلكتروني، وللمزيد من المعلومات الاتصال على الرقم 03-653-932. غلتي بسلتي كل سبت الساعة 7 المساء بتوقيت بيروت، وإعيد الأحد بنفس الوقت معي أنا مرشد الفني الزراعي جزيف بوزيت من مشتل جردان دو بولفار على راديو تموز الإلكتروني.